أنا عارف إنك بتدور على فيديو شامل يلم جميع العمليات الزراعية لزراعة محصول البصل عشان تجيب إنتاج لا يقل عن 25 طن للفدان. أنا جمعت لك كل حاجة تخص زراعة محصول البصل من البداية إلى النهاية. هنتكلم عن مواصفات الشتلة، وهنتكلم عن التربة والمية المناسبة لزراعة محصول البصل، هنتكلم عن مكافحة الحشائش، هنتكلم عن طريقة الزراعة، هنتكلم عن عمليات التسميد وإيه هي كميات الأسمدة المطلوبة، هنتكلم عن عمليات المكافحة سواء كانت حشري أو فطري. أنا تعبت جدا في تحضير الفيديو ده، أنا بحضر الفيديو ده بقالي أكتر من شهر عشان أجمع لك كل المعلومات وتكون معلومات سليمة وفي محلها. أنا رجعت لأساتذة بحوث البصل بتوع مركز البحوث الزراعية، أنا رجعت فيه لزملاء متخصصين لزراعة البصل، رجعت فيه لفلاحين ومزارعين بيزرعوا بإيديهم محصول البصل من سنين، وجمعت لك كل المعلومات في الفيديو ده، فخليك معانا وتابعنا للنهاية. السلام عليكم، أنا محمد هنداوي ودي قناة زيتونة زراعية. البصل محصول بيصلح زراعته وبتجود في جميع أنواع التربة، سواء كانت تربة طينية أو تربة رملية صحراوية خفيفة، لكن نبعد عن الأراضي الطفلية، نبعد عن الأراضي الكالسية اللي بيزيد فيها نسبة الكالسيوم عن 8 أو 10%، نبعد عن الأراضي الملحية، وبكده تقدر تاخد أفضل إنتاج لمحصول البصل. ولو جينا نتكلم عن المية، البصل حساس للملوحة، نقدر نقول إنه بيستحمل من 700 ل 1000 BPM، يعني حضرتك عند 1000 تقدر تاخد نسبة إنتاج 100% بدون مصاريف زيادة وبدون تكاليف زايدة عن الحد الطبيعي. لكن كلما زادت نسبة الملوحة وارتفعت بيقل معاك كمية المحصول وجودته، لحد ما بتوصل ل 2000 BPM حضرتك بتخسر 50% من كمية المحصول. يعني لو عندك المية ملوحتها 2000 BPM وانا عندي المية 700 BPM، وحضرتك بتخدم نفس الخدمة ونفس العمليات الزراعية اللي انا بخدمها، انا هجيب انتاج 30 طن وحضرتك هتجيب انتاج 15 طن. اذا حاول تبعد عن المية المالحة والتربة المالحة، واذا كنت مضطر لكده يبقى لازم تستخدم برنامج معين للمية المالحة، بيحتوي على استخدام جبس زراعي، بيحتوي على استخدام كميات كبيرة من الهيوميك، بيحتوي على استخدام معالجات وطاردات للملوحة، بيحتوي على استخدام كمية كبيرة من سماد نترات الكالسيوم. ويفضل زراعة البصل في أراضي ما تزرعتش بصل قبل كده، وده بسبب إن البصل حساس للإصابة بالأمراض الفطرية، اللي جراثيم الفطر والأجسام الحجرية بتاعت الفطر بتفضل موجودة في التربة أو بتفضل موجودة في متبقيات المحصول السابق، وتفضل عايشة ومحتفظة بحيويتها، لدرجة إن مرض زي مرض العفن الأبيض الجراثيم الفطرية أو الجراثيم الحجرية بتاعته بتفضل محتفظة بحيويتها لمدة تصل لعشرين سنة. وأول ما حضرتك بتبدأ تزرع بصل بيبدأ الفطر ينتشر، يبقى يفضل إنك ما تزرعش أرض اتزرعت بصل قبل كده. طب ولو اضطريت وانا عاوز ازرع بصل يا باشمهندس وانا ما عنديش غير الارض دي، يبقى حضرتك لازم تعمل دورة زراعية لا تقل عن 3 سنين، يعني ما تزرعش بصل لمدة 3 سنين وتزرع محاصيل تانية. ويفضل زراعة محاصيل نجيلية زي القمح، واذا كنت مضطر وزرعت بارض كانت مزروعة بصل قبل كده يبقى لازم تهتم بانك لما تنقل الشتلة تغمسها في مبيدات فطرية، سواء كنت زرعت او ما زرعتش، ده بيكون من باب الاحتياط، غمس الشتلات في مبيض فطري زي الماكسيم او الريزوليكس او سيفونات المصيل او الهيميكسازول. هتدور على اي مبيض تكون المادة الفعالة بتاعته حاجة من المركبات اللي انا ذكرتها دي، وتغمس الشتلة فيها لمدة 5 أو 7 دقائق وتسيبها تجف، وبعد كده تبدأ تزرعها في الارض المستديمة. ونيجي نتكلم عن مواصفات الشتلة السليمة. لو حضرتك زرعت شتلة سليمة يبقى حضرتك ضمنت محصول ممتاز ومحصول جيد. الشتلة السليمة بيكون عمرها في المشتل لا يتعدى 60 يوم، يعني من 55 ل 60 يوم
قبل ما تكون الرؤوس ويكون حجم الشتلة في سمك القلم الرصاص. فحضرتك ما تزودش عمر الشتلة عن 60 يوم وتبدأ تنقلها في الأرض المستديمة. أما بالنسبة لمسافة الزراعة فمهم جدا حضرتك تلتزم بالمسافة ما بين الشتلة والشتلة أو الزريعة والزريعة حسب توصيات مركز بحوث البصل. بيقول إن المسافة ما بين الشتلة والشتلة بتكون من 7 لـ10 سنتي عشان ناخد كمية 50 شتلة في المتر المربع عشان الأمراض الفطرية ما تنتشرش، لأن زيادة وكثافة عدد الشتلات بيؤدي إلى سهولة وانتشار الأمراض الفطرية، لأن ده بيساعد على زيادة وارتفاع نسبة الرطوبة. والأمراض الفطرية كارثة هنتكلم عنها دلوقتي وهنتكلم عن الحلول والمشاكل بتاعتها. يبقى مهم إن حضرتك تزرع على 7 سنتي أو 10 سنتي، يكون المتر المربع الصافي فيه حوالي 50 شتلة في 150 جرام بس وزن البصلية الواحدة، هيديك 30 طن. دي أنسب وأفضل مسافة عشان تتفادى مشاكل الأمراض الفطرية وعشان تجيب إنتاج ومحصول من 25 لـ30 طن للفدان الواحد. ونيجي نتكلم عن مشكلة الحشائش. البصل منافس ضعيف للحشائش لأن حجمه بيكون صغير، ما بيقدرش يعمل كثافة ويغطي المساحة الأرضية ويسيطر على الحشائش، لكن اللي بيحصل العكس، الحشائش هي اللي بتسيطر على محصول البصل أو على نبات البصل. ده مثلا غير محصول القمح. القمح لما بيبدأ يكبر بيبدأ يتغلب على الحشائش الموجودة، لكن البصل نبات ضعيف، فمهم جدا إنك تتعامل معاه باحترافية. لو أرضك موبوءة بالحشائش وعارف إن عندك كمية حشائش كبيرة في الأرض، يبقى حضرتك لازم ترش مانع إنبات. في مبيد مشهور ومعروف اسمه ستومب. مبيد الستومب ده مانع إنبات، حضرتك بترشه على سطح الأرض قبل عملية الزراعة وتغمر الأرض بتاعتك كويس وتبدأ تزرع الشتلات بتاعتك. ده بنسبة كبيرة جدا لو استخدمت الستومب بصح، لان ليه معاملات معينة ممكن نتكلم عنها في فيديو جاي ان شاء الله لوحده، لان الستومب في ناس بتستخدمه استخدام خاطئ فبتفكر ان المبيد مش كويس، لكن المبيد ده ليه عمليات زراعية او ليه اسلوب معين لاستخدامه. الشاهد ان حضرتك ترش ستومب بمعدل 1 لتر للفدان. في توصيات بتقول انك ممكن ترشه بمعدل 1.7 للفدان، لكن احنا استخدمناه بمعدل 1 لتر للفدان جاب معانا نتيجة ممتازة جدا. طب لو حضرتك رشيت الستومب وبدأت تطلع عندك حشائش جديدة بعد مثلا 10-15 يوم، يبقى هنا هنرش مبيدات حشائش اختيارية. وطبعا عارفين عندنا مبيدين، مبيد للحشائش عريضة الأوراق وعندنا مبيد تاني للحشائش رفيعة الأوراق. عندنا مبيد الجول ده بيترش بمعدل 500 سنتي للفدان، وعندنا مبيد سيليكت سوبر ده برضو بيترش بمعدل 500 سنتي للفدان. وينفع السؤال اللي ممكن حضرتك تسأله، ينفع نخلطهم الاثنين مع بعض؟ أيوة حضرتك ينفع تخلط مبيد الجول ومبيد السيليكت مع بعض. ممكن حضرتك تاخد 50 سنتي من هنا و50 سنتي من هنا وتحطهم على الرشاشة الظهرية اللي هي 20 لتر وترش بيهم محصول البصل. وعشان تنجح عمليات مكافحة الحشائش لازم يكون عندك علم ببعض التوصيات والعمليات الزراعية المهمة. كتير من الناس بيشتكي من فشل عملية مكافحة الحشائش، سواء كان في القمح، سواء كان في الرز، سواء كان في البصل، سواء كان في أي محصول من المحاصيل الزراعية. ده بيرجع لأن حضرتك ما عندكش علم بأهم التوصيات والعمليات أثناء وقبل عملية الرش. أنا عامل فيديو شارح فيه الكلام ده بالتفصيل، هسيب لك الرابط بتاعه أسفل الفيديو ده، وبرضه هحاول أسيب لك رابط بتاعه موجود في الآي اللي هتظهر فوق دلوقتي. ونيجي نتكلم عن عملية الري. لعلم حضرتك البصل نبات حساس للري. مش معنى أنا بقول لك إن هو حساس للري إن هو ما بيحبش المية. معنى كده إن حضرتك محتاج تنظم عملية الري. محتاجين تنظيم الري. تدي البصل مية وقت ما يحتاج، ما ينفعش تقلل عنه المية هينضر بشكل كبير، وما ينفعش برضو تزود كمية المية لأن كمية المية هتزود نسبة الرطوبة وهتساعد على انتشار الفطريات.
وفي خطأ كبير بيقع فيه أحبابنا المزارعين، مزارعي البصل، إن هو بيأخر ري المحياة ل60 و70 يوم. مفيش واحد هيخلي البصل يصوم 60 و70 يوم ياخد 20 أو 25 أو 30 طن من الفدان، لأن حضرتك ضيعت حوالي نص عمر محصول البصل، وحضرتك لا بترويه ولا بتسمده في الوقت اللي هو محتاج فيه للتسميد بشكل ضروري. طيب نروي البصل بعد قد ايه من الزراعة؟ البصل حضرتك مفروض تديله من حوالي 25 ل30 ل35 يوم بكتيره، على حسب الصرف بتاعك، ما اقدرش اقول لك مدة معينة، الري ده بيرجع لظروف الارض بتاعتك. اما في الاراضي الرملية احنا مش مرتبطين برية محياة، الاراضي الرملية ممكن تروى بعد الزراعة ب3-4 ايام او اسبوع، وبيكون الري كل 2 أو 3 يوم، ملوش علاقة بعملية التصويم. ومهم جدا انك تختار الوقت الصحيح لعملية الري، ما ينفعش تروي البصل اثناء الشبورة، ما ينفعش تروي البصل اثناء سقوط الامطار، لان ده بيساعد على سرعة انتشار الفطريات. الفطريات عندي للبصل بعبع، فبحاول ان انا اكون ذكي وما اعملش اي معاملة زراعية تساعد على انتشار الفطريات، لان مرض زي مرض البياض الزغبي وهنتكلم عنه دلوقتي ممكن يقضي على البصل في مسافة 2-3 يوم. فبدل ما نبدأ نكافح ونبدأ نلف حوالين نفسنا وندور على مبيدات ونرش ونخسر كمية كبيرة من المحصول، فمهم انك تكون ذكي في استخدامك وفي معاملاتك الزراعية عشان تقلل التكاليف عندك وتاخد انتاج عالي. ونيجي نتكلم عن عمليات التسميد الخاصة بالبصل. عندنا خدمة أساسية لازم نحطها في التربة قبل الزراعة، ودي مهمة جدا جدا. ما ينفعش تاخد 30 طن للفدان وحضرتك ما حطيتش الخدمة الأرضية بتاعت أساس الزراعة. أهم شيء عندنا السماد العضوي، وأنا عندي السماد العضوي مقدس في أي نبات وفي أي زرعة، لازم نحط السماد العضوي المتحلل. وأنا ما أتكلم برضو عملت فيديو عن أهمية السماد العضوي، هسيب لك الرابط بتاعه أسفل الفيديو في صندوق الوصف. هنحط من 20 ل30 متر مكعب للفدان، ويكون سماد متحلل عشان ما ينقلش معاك برضو الأمراض الفطرية وما ينقلش معاك الحشائش. لازم تهتم ان يكون السماد ده سماد متحلل. وهنحط مع السماد العضوي 350 كيلو سوبر فوسفات، يعني حوالي 7 شكاير. عاوز تقللهم تخليهم 6 مفيش مشكلة، تخليهم 10 برضو مفيش مشكلة. الكميات اللي احنا بنتكلم عنها دي كميات اسمها استرشادية، يعني حضرتك تقدر تزود عنها او تقدر تقلل عنها على حسب جودة الارض وعلى حسب امكانياتك في المصاريف. يبقى هنحط 20 متر مكعب، ونحط معهم حوالي 6 أو 7 شكاير سوبر فوسفات، وهنحط معاهم شكارة سلفات نشادر اللي هي شكارة ملح 50 كيلو، وهنحط معاها شكارة سلفات مغنيسيوم 25 كيلو، وهنحط 100 كيلو كبريت زراعي. الكبريت مهم جدا في محصول البصل. وهنحط معاهم 25 كيلو سلفات بوتاسيوم. نيجي نتكلم عن الأسمدة الكيماوية والتسميد المطلوب بعد الزراعة وحتى الحصاد. هنربط عمليات التسميد بعمليات الري تقريبا على حسب نوع الارض وجودة الصرف. هيكون عندك يا اما 4 أو 5 أو 6 ريات تقريبا خلال الموسم كله، هنسمد فيهم 4 تسميدات. طب هيجي حد يقول لي طب يا باشمهندس، طب والاراضي الرملية؟ انا هقول لك المعدلات المطلوبة عند كل ري، وحضرتك لو زرع تنقيط او زرع في ارض صحراوية هتاخد المعدلات دي وتوزعها على عدد الريات بتاعتك. واهم عنصر بيتحط في الخدمة هو عنصر النيتروجين، وعندنا 3 انواع من الاسمدة بنضيف بيهم عنصر النيتروجين. طبعا اهم سماد واكتر سماد منتشر هو سماد اليوريا، وسماد نترات النشادر، وسماد سلفات النشادر. لكن التوصيات بتقول ممنوع اضافة اليوريا لنبات البصل، لان ده بيساعد على سرعة هياج المجموع الخضري في المرحلة الاولى، وده احنا مش عاوزينه. وكمان برضو بيساعد على سرعة انتشار الامراض الفطرية وسهولة اختراقها لاوراق البصل، سواء كانت الفطرية او كانت الامراض الحشرية زي حشرة التريبس. يبقى اذا هنستبعد اليوريا،
وهنستخدم نترات النشادر وسلفات النشادر. محصول البصل بيحتاج حوالي 100 وحدة أزوت، يعني حوالي 6 شكاير نترات أو 10 شكاير سلفات النشادر اللي هو سماد الملح. يعني لو هنستخدم على مدار السنة يا إما 6 أو 7 شكاير نترات أو 10 شكاير سلفات نشادر، أو هنعمل بالتبادل مثلا نحط 5 شكاير من هنا و3 شكاير من هنا من نترات النشادر. وأنا بفضل عن نفسي إن أنا بستخدم سماد نترات النشادر. وفي الراية الأولى هنحط شكارتين، شكارة 50 كيلو سماد نترات النشادر، وفي الراية التانية هنحط 3 شكاير من سماد نترات النشادر، وفي الراية التالتة هنحط شكارتين من سماد نترات النشادر. يبقى كده احنا حطينا 7 شكاير من النيتروجين، وهندي تقريبا حوالي بالكمية ديت حوالي 100-110 وحدة أزوت للفدان. والعنصر التاني هو عنصر الفوسفور. طبعا احنا قلنا هنحط 6 شكاير سوبر فوسفات، وهنساعد ب2 جيركن حامض فوسفوريك، هنحطهم على 3 مرات او 3 ريات. جيركن الحامض 25 لتر، يعني احنا عندنا حوالي 50 لتر حامض فوسفوريك. هنحط في اول رية 10 لتر، وتاني رية هنحط 20 لتر، وتالت رية هنحط 10 لتر، ورابع رية هنحط 10 لتر. يبقى كده عندنا 50 لتر او جيركنين حامض فوسفوريك للفدان. نيجي عند عنصر البوتاسيوم، هنحتاج 50 كيلو سلفات بوتاسيوم، وما ننساش ان احنا حطينا شكارة سلفات بوتاسيوم مع الزراعة. الخمسين كيلو دول هنوزعهم على 4 ريات. اول رية هتكون 10 كيلو سلفات بوتاسيوم، تاني رية هتكون 20 كيلو سلفات بوتاسيوم، تالت رية هتكون 20 كيلو سلفات بوتاسيوم، رابع رية هتكون 10 كيلو سلفات بوتاسيوم. ورابع عنصر معانا هو عنصر الكالسيوم، وعنصر الكالسيوم هو عنصر مهم جدا لنبات البصل، لان كتير بيغفل عن اضافة سماد الكالسيوم او سماد نترات الكالسيوم. عنصر الكالسيوم مهم جدا لصلابة الجدر الخلوية، بيساعد على صعوبة اختراق الفطريات والحشرات نبات البصل، وكمان بيساعد ان البصل او عود البصل او ورقة البصل تكون واقفة معاك مصلوبة، ما تكونش متنية، وهي لو انتنت او حصل معاك انكسار للاوراق ده طبعا بيقلل معاك المحصول في النهاية. فمهم جدا ان حضرتك تضيف 50 كيلو نترات كالسيوم. ونترات الكالسيوم خلي بالك في منها كتير مغشوش في السوق، هي وسلفات البوتاسيوم، فخلي بالك انك لما تجيب من مصدر كويس عشان حضرتك تلاقي نتيجة كويسة. مطلوب منك انك تحط 50 كيلو نترات كالسيوم، هتفوت الرية الاولى وتحط في الرية التانية 20 كيلو، وتحط في الرية التالتة 20 كيلو، وتحط في الرية الرابعة 10 كيلو نترات كالسيوم. واما العنصر الخامس المطلوب معانا في التسميد وهو سماد المغنيسيوم، ما تنساش ان حضرتك حطيت شكارة سلفات مغنيسيوم 25 كيلو. هنحتاج كمان شكارة، هنقسمها على مرتين، نصها هيتحط في الرية التانية ونصها هيتحط في الرية التالتة. ونيجي نتكلم عن اهم شيء واخطر شيء في زراعة محصول البصل، وهي الاصابات الفطرية. البصل بيتعرض لاصابات فطرية في المجموع الجذري، وبيتعرض لإصابات فطرية في المجموع الخضري. عندنا 3 أمراض بتصيب البصل في المجموع الجذري، وهو العفن الأبيض وعفن القعدة وعفن الجذر القرنفلي، أو كما يسميه المزارعون الجذر الأحمر. الأعفان دي أو الفطريات دي بتصيب قعدة البصل وبتصيب جذور أو المجموع الجذري لنبات البصل. وطبعا لو حصل إصابة بأحد الأمراض الثلاثة دول نسبة المحصول هتقل معاك بشكل كبير. طيب الحل هنعمل ايه؟ ان احنا لازم نحقن مرتين او 3 مبيض فطري، مع الاهتمام بغمس الشتلات زي ما قلنا في اول الفيديو، بغمسها في مبيض فطري. وعندنا بعض المبيدات الفطرية الموصي بها لإضافتها في التربة، عندك مثلا مبيض زي ريزوليكس، عندك الهيميكسازول، مادة الهيميكسازول بتضاف بمعدل 500 سم للفدان،
عندك مبيد، مبيد اليونيفورم من أقوى المبيدات الفطرية، لكن سعره سافر دلوقتي، بيضاف بمعدل 500 سنتي للفدان. عندك سيفونات المصايل بتضاف بمعدل 400 سنتي للفدان. ونيجي نتكلم عن أخطر الأمراض واللي بتصيب المجموع الخضري واللي ممكن تدمر معاك المحصول خلال أيام. أول مرض هو مرض البياض الزغبي، وده بيحتاج لنسبة رطوبة مرتفعة ودرجة حرارة منخفضة. وبعديه بيتبعه في الإصابة مرض اللطعة الأرجوانية، وده بيحتاج لحرارة مرتفعة نوعا ما مع برضو ارتفاع في نسبة الرطوبة، ودول بنستخدم لهم نفس المواد. لكن السؤال، هل نستخدم المكافحة أو المبيدات أو الرش عند الإصابة ولا نستخدمها قبل الإصابة؟ حضرتك ممكن يكون عندك إصابة لكن نتيجتها أو أعراضها لسه ما ظهرتش عندك، فمهم انك تستخدم برنامج وقائي من نار. عندنا التوصيات بتقول انك ترش رشة من بعد عمر شهر كل اسبوع او 10 ايام بكتيره، يعني كل اسبوع حضرتك هترش رشة فطري، هي سواء بتكون للقطع الأرجوانية او للبياض الزغبي، هي كلها المكافحة بتاعتها بتكون واحدة. فاحنا هنستخدم برنامج بيحتوي على مبيدات سواء كانت وقاية أو مكافحة. عندنا بعض الأسماء التجارية وعندنا بعض الأسماء أو أسماء المركبات. هنستخدم بالتبادل كل أسبوع رشة معينة أو نوع مبيد معين. هنبدأ بالأسمدة اللي هي الوقائية. عندك الكبريت، الكبريت الميكروني ده مهم يكون عندك في مخزنك. عندك المانكوزيب، المانكوزيب مبيد برضو فطري وقائي. عندك النحاس بكل صوره سواء كان أكسيكلور النحاس أو هيدروكسيد النحاس أو جلوكونات النحاس، أي صورة من صور النحاس، النحاس مبيض فطري لكنه وقائي أكتر منه علاجي. وهنذكر لك برضو بعض أسماء المركبات التجارية الموجودة في السوق واللي بتجيب نتيجة فعالة. عندك مركب مثلا زي رودوميل جولد بلس، عندك الأمستار توب، عندك البليز، عندك الكابريديو، عندك البوليرام، كل دي مركبات موجودة في السوق بتجيب نتائج فعالة، لكن مهم ان حضرتك تجيبها من مصادر موثوق فيها. نتكلم عن الامراض الحشرية اللي بتصيب نبات البصل. عندنا آفة خطيرة جدا وهي آفة التريبس. آفة التريبس دايما بتلاقيها في قلب الاوراق مستخبية، حضرتك مش هتشوفها الا اذا دورت عنها، وما ينفعش نرش لها مبيدات وقائية. الحشرات ملهاش مبيدات وقائية، الفطريات هي اللي بترش فقط للوقاية أو ليها مبيدات وقائية. فحضرتك لازم تكون منتبه وتخلي بالك وتفحص نبات البصل بتاعك، والتريبس هتشوفه بالعين المجردة، لو فتحت قلب البصلة هتشوف حشرة التريبس موجودة، وحضرتك تستخدم لها مبيد حشري جهازي، لأن هي حشرة خادشة مصة بتمص عصارة النبات، فحضرتك لازم ترش لها مبيد جهازي بيسري في عصارة النبات عشان هي لما تتغذى عليه تموت بكل سهولة، لأن حضرتك لو رشيت لها مبيدات بالملامسة أو سم معوي مش هتوصل لها، لأن هي مستخبية في قلب البصلة من جوه. وأهم مادة بترشها هي مادة الأميدا كولبرايد أو مادة السيامي سوكسام، وممكن تضيف معاها أي مادة حشرة تانية، أي مادة حشري برضو تانية بتكون بالملامسة أو سم معوي. ونيجي نتكلم عن برنامج الرش الورقي أو رش المغذيات لنبات البصل. عندنا 4 رشات مهمة جدا حضرتك لازم تقوم بيهم لنبات البصل عشان تاخد محصول وفير وتاخد إنتاج زي ما قلنا من 25 ل 30 طن للفدان. اول رشة هتكون بعد رشة الحشائش، يعني هتكون تقريبا في عمر شهر، ولو حضرتك برضو ما رشتش حشائش يبقى ترشها بعد عمر شهر من الزراعة. والرشة دي بتكون عبارة عن مخلوط من العناصر الصغرى معقد على سكريات كحولية او احماض امينية او احماض كربوكسيلية، ومعاه مستخلص طحالب بحرية. ودايما انا بوصي باستخدام مركب الإيفروميكس. مركب الإيفروميكس عامل معانا ثورة جبارة في جميع المحاصيل، بسم الله ما شاء الله جايب نتائج ممتازة. وكمان عايز أقولك إن مركب الإيفروميكس بيحتوي على 6 عناصر من العناصر الصغرى، بيحتوي على نسبة محترمة جدا من كل عنصر، بيحتوي على الحديد والزنك والمنجنيز والنحاس والبورون، وبيحتوي على عنصر المغنيسيوم. مركب الإيفروميكس مركب مخلب أو معقد على أحماض كربوكسيلية وسكريات كحولية، فهو سريع وسهل الامتصاص. مركب الإيفروميكس بنقدر حضرتك تشتريه من خلال متجر زيتونة زراعية،
وهيوصل لحد عندك من خلال شركات الشحن. وأما الرشة التانية فهتكون بعد 20 يوم من الرشة الأولى، يعني عند عمر 50 يوم من الزراعة. حضرتك هتكرر برضو رش مخلوط من العناصر الصغرى، لكن هتضيف معاه مخلوط NPK سماد مركب. أما الرشة الثالثة فهتكون بعد 20 يوم من الرشة الثانية، وهيكون عمر النبات وقتها 70 يوم، وده هيكون عبارة عن رشة كالسيوم بورون، مهم جدا عنصر الكالسيوم لنبات البصل. أما الرشة الرابعة والأخيرة فهتكون بعد 20 يوم من الرشة الثالثة، وهيكون عمر النبات وقتها 90 يوم أو 3 شهور، وده هنرش نترات بوتاسيوم مصدر محترم، وهنضيف معاه مستخلص من الطحالب البحرية. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.